طب ما ابلعي لي انا كمان يعني، جت عليا انا انت الكبير يعني، الكبير ياخد على قفايا يعني. اللي هيجي اللي هيتسحر انا بحذر الكل اهو. انتوا حرين بقى، هم مش عايزين منك حاجه وربنا. اللي هيجي هيتسحر انا اللي هحاسبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه، اخباركم ايه، كل سنه وانتم طيبين. انا ابوكم في قناه يومات محمود وسحر، وكالعاده فيديو مع العيله، الناس اللي لسه معمول فيها مقلب نحييهم طبعا. يا مقلب، بس انا على فكره مش هسيب حقي ليه، عشان انا فيديو اللي يقول لي ال 1000 جنيه بعد ما قفلنا التصوير، يقول لي 1000 جنيه وانت 500 ومحمد 500، وتقول لي انا مش عايز ال 1000 جنيه مش حق. طب استنى، انا مش قلت لكم خدوا ال 1000 جنيه وخلاص براءه؟ حصل، وانا قلت لا هاخد طيب. حقي زي ما هو عمل فيا. لو عرفت بقى طبعا هنخش على البطل اللي شايل اسمه ايه؟ سيمبا. سيمبا فندي، انا عن نفسي مسامحك في ال 1000 جنيه. بحسبك هتقول مسامحك في المقلب؟ لا مسامحك في ال 1000 جنيه. ايه الصدمه دي؟ ناوي لك على نيه. ناوي على ايه؟ شكله ناوي لك على نيه. طب سلمي على الناس يا حاجه الاول. حاسب من حوارات. حاسب من حوارات، يعملوا ايه يعني حوارات؟ لا ده جامدين جامدين. ايه رايك يا ايناس تيجي نلبهم مقلب تاني عشان يبقى لينا واحد؟ يلا. ماشي جاهزه يعني؟ ماشي يلا يا اروى جاهزه. بص يا محمود، انت إيه؟ ممكن مثلا تكون انت تحت بتجيب حاجه فجاه تطلع ما تلاقيش عفش الشقه. استنى ممكن لا يا حبيبي استنى، ممكن تبقى نايم تلاقي نفسك وانت نايم على السرير، تصحى تلاقي نفسك مش على السرير مش في بيتك اصلا. اعمل اللي انت عايزه. اول حاجه بقى صح يا جت، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. انا ماليش دعوه بالمقلب اللي انت عملته في حسن ومحمد. سحر بعيد ولا مش مستحل فيلا؟ لا مقلي انا سحر سحر بعيد. سحر بعيد على فكره، انا ممكن افتن عليهم واقول لكم انا ناويين يعملوا فيك ايه. يا حاج ينفع اللي هم عايزين يعملوه فيا؟ اللي هيجي اللي هيتسحر بقول لك فيا. لا هم مش فيك، ده هم عايزين يردوا فيا انا. انا بحذر الكل اهو. انتوا حرين بقى، هم مش عايزين منك حاجه وربنا. اللي هيجي هيتسحر انا اللي هحاسب. وانا والدمع. انا غلبان ماجيش جنبهم حاجه. استنى، انا عن نفسي انا هسيب سحر 4 ايام من بعد الولاده. لا بعد كده يبتدي اللعب. 4 ايام هتتضرب. 4 ايام بس. لا ما هو 4 ايام تكون شدد حيلها شويه. عشان انا بقول لك عايزين ناخد راي سيمبا في الموضوع ده. انت ايه رايك في الكلام ده يا حاج سيمبا؟ طب احنا خلينا بقى ايه في الاهم، موضوع الفيديو. انتوا حابين، انا بص عملت مقلب وانا فرحان ان انا عملت فيهم مقلب. تاكلوا ايه النهارده؟ ناكل ايه؟ حلاوه المقلب اللي اتعمل في حسن ومحمد. حلاوه المقلب في حسن. تاكل نفس سمك. عايز تاكل اكل سمك يعني؟ تاكل ايه يا حاجه؟ سمك برضو. الحاجه والحاجه من عشاق السمك. ام زياد، انا بقى عن نفسي انا ممكن اكل كنتاكي. هنشوف الاغلبيه كده. 2 سمك. ام زياد، سمك زي بابا وماما. لا هتقول انت بقى. انا عايز سمك عشان سيمبا عايز سمك. سيمبا يا دي سيمبا، المفروض انت معمول فيك مقلب ما نسالكش. ناكل ايه يا موينجي؟ انا هاكل زي ما هم هياكلوا، الحاجه هياكل سمك والحاجه وكلهم. تمام، بس الاكل ده مش هيجي من بره، هنعمله في البيت. لازم نعمله في البيت. ناكل بيتي، نجيب سمك، اجيب لكم سمك من بره وموزياد وتعمله لنا. يبقى احلى سمك من عند موزياد. هتقدري؟ هتقدري يا سحر؟ مجبرك في موزياد بقى. ماشي. انا انزل اشتري السمك وهاجي اعمله. خلاص تمام، سيب المطبخ عليا. خلاص تمام، استنوني انزل اجيب لهم السمك وشويه حاجات كده. ممكن نجيب جمبري، تاكلوا جمبري؟ اي حاجه، اي حاجه تجيبها. اي تمام، هنزل اجيب السمك والجمبري ونشوف هنعمله ازاي. استنوني. واللي عجبه استنى. ايه يا باشا؟ واللي عجبه المقلب بتاع محمود في حسن يوصلوا الفيديو ده على اللايكات. حط لايك. ايوه، واعمل فيهم تاني. مش حسن بس اللي بيعمل مقالب، احنا كلنا بنعمل مقالب. انت معانا ولا علينا؟ انا مبسوط في المقلب وهعمل مقلب في حسن زيي. وانا هحرص منهم على قد ما اقدر. انا هظبط. بس انا بحذر اللي يجي ناحيه سامي. لا يا حبيبي شكلنا مش وحش، واضح انهم كلهم خايفين من رد فعلنا. وده لحد ده بحد ذاته مخليني مبسوط اصلا. لا يا حسن، مش انا اللي هعمل لك محمود. محمود انا بالنسبه كمحمود انا مرعوب، بس هحاول اخلي بالي من نفسي اللي بدول يعني. بس انا بحاول نام وحاول بعيد عن المواضيع دي. لا ما احنا اتفقنا. ماشي، اتفقنا ان ساعه تاخد 4 ايام اجازه من بعد الولاده. تمام، يلا بينا ننزل نجيب السمك. يلا. الله ينور يا ام زياد، تسلم ايدك. ايه الحلاوه دي؟ جبتوا قد ايه سمك بقى؟ ايه رايك في السمك ده؟ وريني كده. سمك يسلم بقك اهو. وريني كده. يا سلام يا سلام. وايه رايك في الجمبري الجميل ده؟ جبتوا جمبري كمان؟ عشان جبتوه بكام الجمبري ده؟ ما نحرمكش 120. طبعا بتوع القاهره دلوقتي زمانهم متغاظين ب 200 جنيه هناك ده صح؟ لا 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 لا. والسمك ده بكام؟ والسمك ب 25. 25 والله؟ والله. ده احنا في ايام عيد. والله عمار يا اسكندريه. الله. يلا بينا، هتعملي الجمبري ده في الرز ولا بايه؟ لا هنعمله
هنخليها لك مفاجاه على السفره، انت هتشوف السفره مفروشه كده. اوعى تعملوا مقلب فيا، كل واحد حسن ومحمد مسلطينكم. لا ما تكلمش، حسن ومحمد بيعملوا المقالب بجداره من غير مساعده حد. يا حسن قال لي حسن. لا طبعا لا، ما صدقش الا نفسي. حسن ده ما يدومنش. يلا بقى ايه، نجهز نفسنا وبعد كده نروح السفره. خلاص ماشي. الله ينور يا حاجه. ميرسي يا حود. تسلم ايدك مقدما يا حاجه. بعمل السلطه. السلطه دي يا حاجه عايزينها بقى ايه، تبقى مشطشطه. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الواد حسن اللي معمول فيه مقلب النهارده ده يبقى ايه، مش كفايه المقلب اللي عملته؟ لا لا لا، عشان لا الشطه. لا بس انا مش هسيب. انت بره الموضوع يا حاجه. لا ليه يا ام حسن ويحيى فيكوا؟ يعني هو مش ابنك وانا ابنك؟ انت الكبير مكان ابوك. طب ما هو مش هيعمل فيك مقلب في شرم، انا باخد لك حقك. انا ببلع. طب ما ابلعي لي انا كمان، يعني جت عليا انا. انت الكبير. يعني الكبير ياخد على قفاه يعني؟ تعمل في اخواتك الصغيره؟ وايه يعني رايك في الكلام ده يا حاج؟ والله اهم حاجه ابعد عن الحاجه وعن سحر. انا ماليش دعوه، بلعب مع الشباب. اعمل فيهم مقالب وهم يعملوا فيك مقالب. ماشي. بدون اهانات. لا واحنا بتوع الاهانات؟ بس خلاص. احنا بتوع الاهانات يا حسن؟ حسن. يا حسن. يا حسن. يا حسن. احنا جوعنا. والله بص احنا نروح لايه؟ سحر؟ سحر وام زياد يطلعها عودي. ماشي اسمعني بس. ماشي كده لحد المطبخ وقول له ام زياد باباكي. خف نفسك شويه. خف نفسك شويه علشان هو فاضل له شرطتين ويفصل شحن. ويفصل شحن. ابوك بيقول لك فاضل له شرطتين ويفصل شحن. وصلت لحد فين؟ هو يا دوبك شرطه وهتلاقيني في الشرطه الثانيه بحط لك الاكل. طب انت بتعملي دلوقتي؟ نظفت السمك ويا دوبك بس بعمل بخلله اهو واشتغل على البوتاجاز على طول. التخليله دي ايه؟ توم باودر وبصل باودر وكمون وكزبره وتوابل سمك وملح بس. الجمبري فين؟ الجمبري هو لسه اشتغل فيه. ماشي. جمبري مشوي. ماشي. سحر هتولدي امتى بقى؟ عشان تعبنا والله. الله اعلم. قول يا رب. دفع علمي ربنا. قول يا رب. قولوا يا رب. اما الفرق ايه؟ يلا بقى استنونا بقى نشوف هنوصل لحد فين في الاكل. هتعملوا رز بجمبري ولا جمبري لوحده؟ احنا هنعمل الجمبري لوحده والرز لوحده. اوكي. عشان احنا عايزين ناكل الجمبري لوحده. اوكي يلا بينا. لا بجد الله ينور، ايه الحلاوه دي يا بوحه؟ ايه رايك؟ الله ينور عليك. تسلم ايدي. بجد يا جماعه انا بشكر مزياد جدا جدا جدا. على ايه يعني يا ابني؟ لا واقفه بصراحه مع سحر، واقفه وقفه الاخت، مش هقول وقفه. الله ينور عليك بجد. بص يا جماعه عشان طبعا دي سلطه تمام وده رز. ايه ده وحسن بس وصلتني المره. طب خليك الناحيه الثانيه عشان تساعد. اللي هو ايه؟ خلاص انا مش قادر، انا هخش اكل من الاكل قبل ما كلنا جوع. رز وكل رز مفيش. لا في جنبها اهو هعمل لسه واضرب لكم الشوربه. قلبي ضعيف لا يتحمل. فين السي فود؟ مش هاكل من الجمبري ده وزعلان منه مزياد. ليه؟ زعلان منها والله. هي عارفه ليه؟ عشان جعان. لا مش عشان جعان، ما عشان نتقن الاكل يا حبيبي. انت عارفه ان انا الجمبري مستحيل اكله وهو معمول بالقشر بتاعه. جرب. انا كنت زيك. جرب هتلاقي احلى. ما بعرفش. ما بتعرفش تقشر؟ انا دخلت عند قدوره شخصيا وطلبت جمبري وما اكلتوش بسبب ان هو جابولي كده. هو سهل على فكره. عشان انت فقري. يلا يا انجي. يلا يا حسن بما انك لفيت بقى خد مع انجي. يحيى من ساعه ما جاله التليفون وهو مش ايه. اوعى 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 محدش بيشوفه. ما تخلصش برضه يا ايه يا يحيى. عيش معانا شويه يا عم. انا قاعد معاك. اللي اعطاك يعطينا يا سيدي. طبعا احنا قعدنا قعده ارضي بقى عشان تاخدنا كلنا ومحدش ايه يقعد لوحده. صح يا حاجه؟ صح يا. لا ام زياد فنانه بصراحه يعني. الحق يتقال. زياد شيف يا ابني. السمك المحمود اصطاده من البحر. والجمبري اللي انا اشتريته. طبعا حبايبنا احنا عطينا الاكل اهوت، وزي ما انتم متعودين ان الولاد بياكلوا في الناحيه الثانيه. قول قدامكم عشان لو عايزين. عشان الكادر طبعا انتوا عارفينه ما جبناش، ربنا يدينا كده عايزين كفره بتجيب. عايزين كفره. في واحد زيد ومبارك. هو احنا ب 13 مليون جنيه حلو. 13 مليون انت معانا معاك رقم 13؟ غريب قوي. الله يا حبايبنا. تسلم ايدك يا صاحبي. تسلم ايدك يا ام زياد. عسل ام زياد الاول بالهنا والشفا. انا عارف طبعا الحاج ما بيعرفش يقشر فانا هساعده. انا اقشر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوق يا حاج. انا اقشر لك يا حاج لو عايز. المفروض الاكله دي اصلا كانت تتعمل من بدري بس انتوا جايين ايام لحمه فما كانش في سوق. بس تحس برضه ان السمك بتاع اسكندريه طعمه مختلف. طبعا طلع من البحر انا اللي مصطاد. صح يا حاجه؟ مش انا اللي مصطاد السمك ده كله؟ رحت نادهت لهم من البحر وجبت السمك كله. اول موجه جابت لي سمكتين والباقي ده ربنا رزقني بيه. من بحر وفي الحبوب. على القبله. على ايه؟ على القبله بنستنوه. حسن بياكل جمبري؟ لازم ياكل جمبري. كل يا سحر يمكن الجمبري ده اللي يبقى فيه البركه. هشطر والله. قول جمبري.
حسن ملوش في الجمبري اللي بقشر. اه انا لو الجمبري ده مقشر ما مش همد ايدي على البولتي. خد اه امسك جت قوي. لا ينور ابو زياد جد الله ينور. بالله انا مش شايفها. ده طعمه جميل والله. دي بقى اكسير الحياه. ما انا بقول له ابوك اشرب منه. ايه رايك؟ جرب بالمعلقه وجرب. هدوق اه. هي السر هي دي شربت الجمبري صح؟ اه البهاريز كلها. خدي حماد تشرب من هنا. يا سلام يا موزي. بس الاكله دي عايزه حاجه بقى. عايزه حاجه حلوه بقى تعملها عندي كموزيات وحبيبنا يشوف الطريقه. دوق بقى الجمبري ماشي. دوق من غير رز. لا لا بس طعمها حلو. لا جميل قوي. الله بلدي. انا بيتهيالي الشوربه دي هتعوضني عن الجمبري. البولتي وجمال البولتي. لا ولا احكي لك مجبري برضك متقلي عشان هقشر له. لا لا كل بيتقال كل انت. انا بحب البولتي واكل منه. خدي حاجه بولتي. ماشي هو البولتي بعيد عنكم ولا ايه؟ خدي حسن. لا كل انت بقى. انا باكل بولتي اهو. ماشي ما انا باكل اهو. بتقشر له جمبري؟ اه. اشمعنى حسن يعني؟ عشان ما بيعرفش ياكل جمبري بقشر. ولا خايفه منه يعمل فيك مقلب؟ لا طبعا. الاكله دي حلاوه المقلب بتاع حسن ومحمد. الله. بعمل كده مقلب كل يوم. عشان تاكل جمبري؟ طب ما هنجيب لك كاسه كل يوم جمبري احسن من المكان. نعمل في المقلب. اه من غير حاجه يعني. كان في جمبري ايه؟ انت حلفتني هنا رايحت فين؟ تحت السمك. مش عارف اقول لك ايه والله. الله حرام اسيبها. جد جد جمبري جميل. مش عارف ان انا مش عارف اقشر فتقشر وتديني. يا جماعه ده شغل سهل جدا. طب ما هي كده مش هتاكل. لا انا باكل اهو. لا كلي بقى يا مزيك خلاص انا هكمل. لا انا باكل. لا شيله بص كمل سمك. اعلمك اعلمك. هجيب واحده اعلمك فيها. بص يا بس برضه يا حبيبي كلها من غير رز. جميل. بس برضه الطعم مختلف غير لما بيكون محمر في الزيت على طول. ناخدها ليها ودي بص انت كمان. بص بتشيل راسها اهي. راسها اهي. ودي له اهو ماشي. وتقوم جاي مقشر من تحت. طب ما ده سهل يعني. بس هو احنا فاضيين بقى للكلام ده؟ حسن عايز يرمي على طول. اه ما عندوش صبر. هو على فكره يا حسن تقريبا ده السما الجمبري ده كان اسكندراني صح؟ اه انا عملت ده الاسكندراني. عندنا بقى في القاهره ما بيعملوش كده. احنا عندنا بيقشروه يقلوه في الزيت ودقيق و انا قلت بما اننا في اسكندريه نعمل بقى الجمبري ايه بطريقه الاسكندرانيه. ده كلي بقى. بدك تذوق؟ كلي بقى. طبعا حسن بيتدلع مش عارف ياكل وخايف ايه. انا عارف فاهم دماغه. خايف يجرب فيدهول نفسه قدام الكاميرا. لا لا يا حسن ما بيحبش السمك اللي بيشوفه. طبعا طول اكل حلو بالظبط. ده الاكل جميل. ولكم اكل عندي اقوى من دي بقى. مسحتهم بالسلام عشان بقى ايه تبدع فيها شويه. صح يا اكرم؟ اهم حاجه اديهم بوزه بقى. عايز تاكل؟ بوزه كبيره. اهم حاجه نشوف النون واللي مش عايز. لا بعد اكل الجمبري ده ربنا هيكرمه. اكلت كذا مره جمبري؟ لا في الايام دي. اهم حاجه بس الصحراء قبل ما تعملها عرفينا بعد اذنك. ما تعملهاش كده على غفله. ربنا ييسر احسن. اسكندريه كلها هتسمح صوتك. اه ويكون في النهار الله يكرمك عشان انا هي بتجيب عيالها بالنهار اصلا. بجد؟ الله اعلم. دي حاجه بتاعت ربنا. هي انجي بس اللي اتولدت بيه. اه ما تجيش الساعه 3 بالليل كده ويحلالك المزاج بقى ايه هنزله دلوقتي. والله هو وحظه ما ولا اي وحاجه. هي اللي بتنزل؟ كله بتاع ربنا وربنا يرزق كل مشتاق يا رب. يلا يا حاجه بقى اقفل لنا الفيديو الجميل ده عشان ناكل الجمبري اللي مش عارف ياشر جمبري ده. نقفل الحلقه بايه؟ انت عارف بتقفلها بايه؟ اللي كمل معانا الفيديو نقول له ايه؟ ميرسي. يا ميرسي.